على اثر الدعوات في الصفحات الاجتماعيه واساسا فيسبوك من عده حركات شبابيه وثوريه وفنيه واجتماعيه، ادعت الى اعتصام الماش الوطني التاسيسي على خلفيه اغتيال الرفيق محمد البراهمي عضو مجلس الامانه العامه للجبهه الشعبيه والمنسق العام للتيار الشعبي. تفاعلت معها جل الجهات كما نعرف، ليله البارحه شهدت عديد المسيرات. اليوم الحقيقه ومن بعد اجتماع المعارضه اللي صار ليله البارحه في مقر الجبهه بحضور جل الاحزاب باستثناء ترويكا الحاكمه، يعني تم الاتفاق على مجموعه نتاع مقررات اللي هي اساسا تتلخص في حل هذه الحكومه والدعوه الى حل، الدعوه الى حل المجلس الوطني التاسيسي وتعويضه بلجنه خبراء لصياغه هذا الدستور. الحقيقه وتشكيل حكومه انقاذ وطني تسير لتبقى من فتره. اليوم الشباب هذا تفاعلا مع هذه الحمله وشعورا بالخطر اللي داهم على تونس، انا نشوفوه اليوم انطلق من شارع محمد علي مورا شارع حبيب بورقيبه وصول المجلس الوطني التاسيسي، وين انطلق ليله البارحه اعتصام الرحيل من المفروض تم تسميته. الاعتصام هذا يهدف اساسا الى حل المجلس الوطني التاسيسي وتعويض اللي اصبح عبء واصبح كارثه في البلاد هذا وتعويضه بلجنه نتاع خبراء. ايضا هذا الاعتصام يهدف الى اسقاط هذه الحكومه ورحيلها لانه موقعها الطبيعي من زبده التاريخ، والاعتصام هذا يدعو الى تشكيل حكومه انقاذ وطني. اليوم كما نشوفوا ما زالت الدعوات مستمره، نحن نوجه دعوه ونداء الى مكونات المجتمع المدني والجمعيات اساسا المنظمات انها تعاوننا بكل ما يمكن توفيره من مواد لوجستيه وتقنيه اساسا من خيام، لانه باش نفتتحوا اعتصام مفتوح الى حين حل المجلس الوطني التاسيسي هذا. ثم بعد المجلس الوطني التاسيسي هذا ربما ستكون هناك خطوه عمليه باقي يسمى النقاش، هو التوجه نحو القصبة، لانه القصبة الاصل القصبة اللي جابت مجلس الوطني التاسيسي القصبة اللي تحل المجلس الوطني التاسيسي. الاغتيال السياسي الثاني بعد اغتيال شكري بالعيد، بالطبيعة اغتيال سياسي من الحجم الثقيل يستهدف مرة أخرى الجبهة الشعبية. الناس توا الموجودين لهنا موجودين أمام رمز السيادة في تونس اللي هو المجلس التأسيسي اللي أثبت اللي هو مجلس سوري، ضيعنا برشا وقت وأصبح يمثل أداة بتاع تآمر على الشعب، أداة للالتفاف على مطالب الثورة. إذا أنا المطلب المطروح اليوم بحدة هو أن يرحل هذا المجلس التأسيسي وأن يقع تشكيل هيئة مستقلة لاستكمال الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتمهد الطريق لبناء تونس أخرى، تونس جديدة، تونس بدون إرهاب، تونس بدون اغتيالات، تونس بدون فساد، تونس بدون قمع، وإحنا كلنا معناها نبقاو ديما في داء تونس. نعم؟ هو بالنسبه لتونس العاصمه مش تكون اساس امام مراكز السياده، وخاصه نعرف ان احنا في تونس اللي مركز السياده الاساسي هو مجلس التاسيسي، لانه المصايب كلها قاعده خارجه من هذا المجلس، واللي تعتبره حكومه الالتفاف كونه يمثل الشرعيه بالنسبه لها، الشرعيه هذه اللي نعتبرها احنا شرعيه زائفه وما عادش موجوده. لذلك نطالب بحل هذا المجلس وبانهاء هذه المأساه.